أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الأئمة في صلاة الفجر في صلاة فجر الجمعة يقرأ سورة السجدة فقط في الركعتين، وإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا ليس من السنة يقول: لا أريد أن أشق على الجماعة، فهل هذا العمل صحيح؟ ما في مشقة على الجماعة يا أخي، ما في مشقة، الحمد لله. قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان فيهما مصالح، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقتصر على سورة السجدة ما أدى السنة ولا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.